حبيب اخوك، زي ما انت شايف احنا لسه في الاجازه، بس قلنا نطلع ندردش معاك شويه. هنقول لك النهارده على لعيبه تركز عليها من كل فريق، بس قبل اي حاجه مساكم لذيذ. اهلا بيكم معانا في برنامج كره في اللذيذ. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان تعرف جدا اول باول. انزل اضغط لايك بسرعه وعمل لنا كومنت يشجعنا. يلا بينا نبدا. طب يا عم سيم، بص هنبتدي بالترتيب الابجدي، والحمد لله الارسنال رقم واحد. طلبتهم وقلت ماشي. اكلمك على ارسنال، تركز على مين؟ ممكن تركز على ديفيد رايا لو عايز حارس بريميوم. كلين شيت يعني بالحارس جامد. والدفاع نص الملعب ماشي، هيوفر لك طبعا انك تجيب حد من فريق ارسنال اقل واحد فيهم تقريبا بستة، فكك من تمبر يعني. تمام. لو هكلمك على الدفاع، جابرييل صليبة تقدر تركز عليهم، ممكن تركز على بين وايت لو عايز تجيب مدافع غالي شويه له مردود هجومي نوعا ما. لكن الباك الشمال فكك منه، خط النص الجامد اللي فيه اوديجارد اللي ممكن يبقى صفقه الموسم السنه دي، وخصوصا لو جابوا انتقالات زي مورينو ولا حاجه، فممكن يبقى له مردود هجومي اكبر من كده، ماسك كرات ثابته بيشوط ضربات الجزاء لو ساكا مش موجود. وطبعا الاختيار رقم واحد هو ساكا. ابعد عن المهاجم اللي هو هافرز، لانه ممكن يلعب في خط النص، او ممكن تفوجئ ان بعد كده هافرز هو اللي بيلعب مهاجم وخيسوس بيلعب شمال، وممكن يجيبوا يعني مهاجم فبلاش. حاليا هافرز في البري سيزون بيلعب شادو سترايك ورا جابريل خيسوس. تمام. بيلعب رقم 8 شمال، فمش احسن مكان. درافتات كتير قوي جايبينه عشان يغطوا من هجوم الارسنال، لانه جاب برده جوان في الوديات، بس لو ما لعبش راس حربه ده مش احسن مكان له. يا اما الجناح الشمال، ففي مارتينيلي، في خيسوس، في تروسارد، فابعد دلوقتي لحد ما تشوف مين اللي هيركب وهيلعب على طول. كلمنا عن سيمبوس على استون فيلا. ماشي، هكلمك عن استون فيلا. بص يا سيدي، الحارس مارتينيز احنا عارفين طبعا ان هو جامد، يعني السيفز بتاعته جايبه بطولات لوحدها، بس الفكره ان استون فيلا زي توتنهام ما تجيبش كلين شيت، يعني فرصه كلين شيت عندهم 20% مثلا من حاجه زي كده، ضعيف جدا. تمام. فهو جامد بس ما تجيبوش الا يعني ايه لو دفاعهم مثلا ظبط. ما اعرفش لسه هيبقوا شكلهم عامل ازاي، هم عملوا سيزون خرافي السيزون اللي فات، بس لسه ايه هنتفرج عليهم السيزون ده. في الدفاع ما فيش غير كونسا. تمام. مع ان يعني مش مرجحه قوي برده عشان مشكله الكلين شيت دي، بس هو يعني ممكن يجيب نقط هجوميه او حاجه زي كده، خصوصا بيلعب في مركزين، باك يمين ولعب بقلب دفاع، فهو ضامن دقايقه نوعا ما. تمام، كلامك مظبوط. نص الملعب عندك اتنين، عندك رقم واحد طبعا بيلي، هي ارقامه اللي بتتكلم بصراحه يعني. تمام. 11 جون و10 اسيستات. ولعيب كمهاره فرديه بيجيب جوان كده لوحده، فهو ومالوش منافس حاليا. عشان ديا بيمشي. تمام. فهو يعني 99% هيلعب اساسي. عندك التاني روجرز، عايز توفر بقى. عايز توفر روجرز، بقى معاك 5 مليون كده مش عارف تعمل بيهم ايه، هتجيب روجرز. عامل سيزون خرافي يا جماعه، لعيب جامد جدا، وكان جامد السيزون اللي فات، بس ايه اتصاب السيزون اللي فات، حتى قبل ما يتصاب كان عامل ارقام كويسه. تمام. فهم دول الاثنين في نص الملعب. عندك في الهجوم طبعا اولي واتكنز لا يعلى عليه، جمدان الجمدان، 18 جون السيزون اللي فات من غير ضربات جزاء، السيزون ده غالبا مع ضربات الجزاء، ما بالك بقى هيعمل ايه؟ هتوقف برده عن ايه مستوى الفريق السنه دي. 19 جون على فكره. والله مش 18. بتقلل منه جون، حرام عليك. لا انا نسيت والله. ماشي 19 او 20، هو كده كده جمدان، هو كده جامد. تمام. اكلمك عن بورنموث. بورنموث من الاخر حارس المرمى عليه كلام، ما تعرفش نيتو ولا بولسون. الدفاع سينسي غالي، رايي انك تفكك من كل حاجه في بورنموث ما عدا سيمينيو اللي ممكن مستواه يتطور السنه دي، وخصوصا لو سولانكي اللي لو مشى. لو سولانكي موجود اختيار كويس، مش احسن اختيار في اول السيزون، بس انت ممكن تختاره لو راح فرقه ثانيه. ابعد عنه عشان عايش وشرب. بالظبط. بلاش سولانكي في الاول. بالظبط. فانا شايف ان بورنموث مفيش الا سيمينيو من وجهه نظري بخمسه ونص. لا وكمان كان مهاجم سيمينيو ده، وبقى في نص الملعب يعني نقطه اكثر، وكمان لو سولانكي مشي هيلعب كده كده اساسي. هو الفكره ان هو ساعات بيعمل روتيشن مع اللي هو ترافينير ده او كلايفرت. بس هو لو لعب اساسي يا جماعه عيل جامد قوي قوي. تمام، خش لنا على برينتفورد. ماشي، برينتفورد اقول لك حارس فليكن طبعا اللعبه كلها جايباه، بس انا يعني انا اعذرهم لان هو اكتر واحد مضمون في فئه الاربعه ونص، وليه حارس واحد احتياطي، فانت بتجيب الاثنين تبقى ايه حاطط في بطنك بطيخ. حاسس هتبقى 4 مليون وعلى اللونج ترم كمان مش يعني مش اوحش حاجه، كويس برده شغال. شورت ترم زي الزفت، لو بفكر تعمل وايلد كارد ما تجيبوش. وايلد كارد ما تجيبوش طبعا، وهات هقول لك كمان شويه تجيب مين. طب مين من الدفاع؟ مين من الدفاع هقول لك. عندك بيمي. تمام، ده متعلق جدا. جامد جدا، بس المشكله يعني كان مصاب السيزون اللي فات، فايه انا بصراحه ما بصيتش في دفاع برينتفورد. سيزون حلو وسيزون وحش. في واحد اسمه اجر ده اللي هو جامد، كان سيزون جامد السيزون اللي فات برده. بس على كده. وعندك في نص الملعب يا سيدي مبومو طبعا، او مبيومو زي ما انت بتقولها.
جامد الجمدان، بس انا شايفه غالي بصراحه. انا كنت بجيبه خمسة، خمسة ونص كنت بكسب بيه. اه وكمان لو توني لاعب مش هيشوط ضربات الجزاء، فيعني مش مستاهله، بس هو لعيب جامد وممكن يجيب نقط عادي جدا. تمام تمام. عندك في الهجوم طبعا ايفان توني طبعا لا يعلى عليه يا جماعه، بس اللعيب عليه شوشره برده ممكن يمشي. لا هو غالبا بيقولوا ان هو ماشي، يعني هو ماشي ما لعبش معاهم على فكره لحد دلوقتي. اما الفكره في كده بقى ما تعرفش هيلعب ولا مش هيلعب، ولو ما لعبش فعندك بقى الجمدان ويسا اللي كان عامل امم افريقيا ملهاش حل، عمل سيزون اللي فات هم جابوا مهاجم واتصاب، فما تعرفش ده هيخلي توني يقعد ولا ويسا اللي هيلعب. هي مكتوبه لويسا، كل ما يحصل حاجه ويسا اللي يلعب، فهو بصراحه لو لعب فهو اوبشن جامد جدا، وجماعه لعيب بيحط جوان عادي جدا. تمام. انا اكلمك على برايتون مع المدرب الجديد، شايف ان هم ما فيهمش اختيارات حلوه في الدفاع الا في رايي اختيارين، دانك لو سليم بياخد 90 دقيقه بيجيب ضربات ضربات بالهيد وبتاع، فده يديله بونص اكتر. انما باركو ابو 4 مليون اللي بيلعب كمان كورنرات هيفضل راكب لحد ما السوبينيان يرجع، والله اعلم او ممكن يلعبوا مع بعض، وممكن لو لعب حلو قوي وتالق ممكن السوبينيان اصلا ما يشمهاش، الله اعلم. برضو المدرب الجديد هيبقى حابب السوبينيان ولا لا؟ السوبينيان تحس ان هو برضو اخر السيزون اللي فات كان في عليه مشاكل، بيهلس جامد بيهلس جامد. عندك في الهجوم طبعا ميتوما الناس مش واخده بالها منه على فكره، انا بنصح بيه بشده، لان ده واحد متجرب بس ما كانش في مستواه مع لعيب يعني مدرب زي ديزيربي اللي كان بيعمل روتيشن كتير، مع انهم كانوا في بطوله اوروبيه فكانوا مرهقين. انما ميتوما متجرب، ولو عايز تجيبه من الاول انا عارفين ان ميتوما جامد، بس ب 6 ونص وفي اختيارات برضو ابرك منه. عندك بقى اللي جامد جدا جو بيدرو، لو ركب اساسي ومضمون ومفيش اصابه مع ضربات الجزاء، شايف ان هو يبقى قنبله، بس الله اعلم برضو. حاليا والله في تشكيلتي وحطه جنب واتكنز وايزاك، بس الفكره حوار ان هو ما راحش التور بتاع السيزون دي، وممكن يكون مصاب او حاجه، بس هو اوبشن جامد جدا يا جماعه. انا ناسي اسم الجناح اليمين اللي هو تالق معاهم اللي هو بخمسة ونص، بس في خلي بالك ادنجرا ما تعرفش برده مين اللي هيركب في الاخر، فانا مش هتفرج الاول. سولي مارش برده ممكن يرجع. لا انا شايف ان انت هتركز على جو بيدرو وميتوما اللي متجرب اللي جامد جدا، لعيب خرافي. خش لنا عمل على تشيلسي. انت جبت سيره تشيلسي ابتديت اسقع. ركز طبعا على كل دوار مره يا جماعه. خلينا بقى من اول الحارس. من اول الحارس ماشي سانشيز. ما هو الفكره ان الحارس في تشيلسي عليه كلام، فبس لو المدرب طلع قال ان سانشيز هيلعب اساسي طبعا هجيبه في فرقتي، لما تفلت بحارس من تشيلسي باربعه ونص دي جامده جدا. وما عندهمش الا ماتش صعب في الاول، هو ماتش الرن بتاعتهم جميله في السيتي، بس هو ماتش السيتي وعلى ارضهم، يعني وارد يطلعوا بحاجه والسيتي مش كامله برده، بس الله اعلم في الوديات خدوا على دماغهم. تمام. في الدفاع في الاول جوزته كويس تقريبا، اكتر واحد مضمون هو جوزته في الاول، بعد كده ممكن تعمل سويتش لجيمس لما يرجع من الايقاف بخمسه ونص بس على جيمس بصراحه، هو يستاهل سبعه وفئه المدافعين البريميوم اللي هو بيعمله، بس مشكلته بس في الاصابات. تمام. عندك كوكوريا برضو لما يرجع كان ما هي فكره بقى لما يرجع ما يرجع، انا شايف الدفاع تشيلسي اصلا فاكسنت الاول. اتفرج الاول ان هو جوزته كويس في الدفاع. كل دي بارما طبعا نخش على نص الملعب تاني. جمدان الجمدان طبعا احسن لاعب شاب في الدوري الانجليزي اللي فات، كان يستاهل طبعا افضل لاعب. عمل يورو كويس جدا برغم انه لعب دقائق قليله، فانا شايف ان انت تجيبه كويس جدا مع ضربات الجزاء فزي الفل. في الهجوم نكونكو طبعا عشان عامل سيزون كويس، تركز هو يعتبر خط نص برضه، فهو يعتبر خط نص وفاليو يا جماعه بقى 6 ونص في مهاجم تشيلسي اللي هو اصلا في اللعبه نص ملعب، ده جمدان الجمدان بالظبط. لو فلت وما اتصابش وكان متالق هتعدي جامد قوي. هم جابوا صامو تقريبا من اتلتيكو مدريد، وفي وارد ان هو يركب على نيكولاس جاكسون اللي هو جايبينه واحد هجام دبابه كده، فممكن جاكسون يلعب جناح شمال. اخر سيزون اللي فات تالق برضه خلي بالك، ممكن على فكره كده كونكو تلاقيه ورا راس الحربه رقم 10 بالمر يمين على حسب جاكسون شمال، ممكن مدويكي ما يشمهاش، ما تعرفش ايه اللي هيحصل، فانت هتركز على الناس المضمونين. طيب اخش لك بعد كده عم سيمبوس على كريستال بالاس. حاليا بما ان ماتيتا لسه في الاولمبيات ومنه اللي طلعنا وادانا على قفانا، لكن ماتيتا اختيار طبعا هي لما أول يرجع هاته في تشكيلتك على طول، ما تفكرش ايزي، وهتستنى على الجناح اليمين شوف اسماعيل صار ولا ماكيدا ومين اللي هيلعب فيهم، بس غالبا طبعا اسماعيل صار اللي هم جايبينه من جره في الدوري الانجليزي فاكيد جايبينه يلعب، بس خليك في ايزي دلوقتي. مين اللي يجيبه من الدفاع؟ رقم واحد في وجهه نظري مونوز تمنه فيه، عايز تنزل اقل شويه ممكن تروح لاندرسون. شايف ان مونوز لو هقارنه بميتشل انا اظن مونوز يكسب، مونوز بيشوط اكتر بس ميتشل برده جامد، هو جامد وعندك برده اندرسون جامد وبرده كويس برده. الحارس طبعا عليه كلام، فمش هتكلم على الحارس، معرفش هندرسون اللي هيلعب ولا جونستون، فبالتالي مش هكلمك عليه. خش لنا على سيموس على ايفرتون. ماشي ايفرتون هقول لك تركز على مين، هتركز على الحارس اللي هو بيكفورد.
تمام. جمدان الجمدان السيزون اللي فات خرافي، جايب نقط اعلى من راي يا جماعه. شفت ارسنال جاب كام كلين شيت وجاب نقط اعلى من راي. تمام تمام. فتركز طبعا على بيكفورد وخمسة مليون هم شويه عليه. تمام. ويستاهل يبقى فات الخمسة ونص. تمام. بالنسبه للدفاع احسن واحد ما يكلمكم عشان باربعة ونص. تمام تمام. وكمان يعني ممكن يجيب لك ايه نقط هو فول باك مش سنتر باك. انما واحد زي برينس ويد بخمسة مليون كتير قوي وكمان بيلعب سنتر باك، فانا بخمسة مليون اروح اجيب بونص من كريستال بالاس احسن. تمام. على الاقل هيشوط وهيحاول على الجول. تمام تمام. في مين تاني؟ في تاركوفسكي، بس طبعا ايه زي برينس ويد في نص الملعب ما اعتقدش ان في حد تركز عليه. في ديفرنشز زي ماكنايلو كده، بس انا هقول لك تركز عليهم. بس في كالفرتون في الهجوم بس برده ما تركزش عليه، اتفرج الاول هيلعبوا ازاي. بس هم كده كده هيلعبوا لعب دفاعي عشان عارف ايفرتون. بس ايه يلا قشطه. فولهام لينو لو عايز تجيب حارس بخمسه، متجرب بقاله سيزونين بيعمل شغل عالي، بس هيبقى حارس خمسه مش احسن حارس بوجهه نظري، لان في احسن منه هو بيكفورد. روبنسون حلو قوي باربعه ونص في باك الشمال. كاستاني حلو برده باك يمين، لكن انا شايف ان النجم في الفرقه دي والسنه دي هيبقى جامد جدا اندرياس بيريرا، اللي ماسك ضربات الجزاء ماسك ضربات الثابته، سعره رخيص بخمسه ونص، فاعتقد ان هو هيبقى بطل العالم جايبه في تشكيلته يعني. تمام. ومونز لو عايز ترخص في الهجوم، الرام بتاعه مش وحش، بدا ياخد ثقه كان متالق السنه اللي فاتت، بس مشكلته انه بيجي له كام ماتش يعمل وبعدين بعد كده ما يعملش، فخايف يبدا ان هو ما يعملش وبعد كده يبدا يعمل لما نرجع نبدا نبيعه. فشايف ان هو مش هيبقى واحد زي مونس ده ما يبقاش المهاجم الاساسي عندك، ويبقى جنب المهاجمين. بالظبط. خش لنا على ابسويتش تاون. والله انا ما اعرفش حد في ابسويتش تاون، بس يعني ايه هقول لك بالنسبه للدفاع انا عارف الولد اللي هو ديفيز كان خاربها في السيزون، كام اسيست؟ 16 18 18 اسيست. تمام. فهو بس محتاجين نتفرج الاول، وعندك طبعا ساب مرسي نركز عليه عشان بلدنا ومصر بقى ولازم نقف جنبه. تمام. ابسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامبتون، كلهم فرقه صاعده ما اتوقعش منهم كتير، فهنتكلم عليهم بسرعه. اكلمك على ليستر سيتي. ليستر سيتي طبعا فرقه متجربه شويه احنا عارفينها، ولكن انا لو هروح ليهم هروح للمدافعين اللي ب 4 مليون اللي هيترموا على الدكه، اللي احتمال يلعبوا فايز جريفز الناس دي. تمام. انما مش هروح لفاردي اللي ممكن يتخمنوا دقايق، مش هروح لاي حد انا شاكك فيه، مش هروح لبيريرا اللي كبير في السن. فانا شايف ان هو على قد ال 4 مليون مؤقتا لحد ما يبقى لهم كرامات ونبدا ناخد منهم. فديدي ده هينفجر يا جماعه، الواد ده هينفجر، بس على ما يبدا يتاقلموا شويه يعني بخمسه ونص الجناح الشمال. تمام. هو عامل زي هوتسون اوديه كده، بيجيب اجوان اكتر من الجناح اليمين اللي هو عبدول مش عارف ايه كده، فده الجناح اليمين. لا فانا شايف ان انت هتستنى عليهم شويه، ما تركزش عليهم الاول، اتفرج الاول عشان بيطلعوا يبقوا نيله. بالظبط. ممكن لهم بيهبطوا تاني في الاخر. شلنا على ليفربول. لما تيجي سيره ليفربول مش هبدا بالحارس، انا هبدا بمحمد صلاح. تمام. هتركز على محمد صلاح مع ان برده اليسون كويس وفي الاوبشنز البريميوم الرن في الاول زي الفل. انا سامع ان انا النهارده قاري اخبار ده جاي لهم عرض ب 100 مليون استرليني من السعوديه، وعرض ما يترفضش واحتمال صلاح يمشي، ما اعرفش نفس كلام الصحافه بتاع كل سنه ولا ايه. وارد على فكره، بس لو جالهم عرض والتحضير اللي عمال يحضره ده هيمشي يعني، لا ممكن سيزون كمان ويمشي. ماشي. بالظبط يعني. تمام. اليسون طبعا اختيار كويس، عشان يا جماعه في الاول حلوه جدا، واعتقد ان هم هيتطوروا على المستوى الدفاعي شويه. تمام. عشان بداوا يظبطوا نص الملعب. تمام. عندك في الدفاع الكسندر ارنولد طبعا، لان هو ب 7 مليون ودي ما حصلتش من 2019، واحنا عارفين ارنولد بيعمل ايه، هو اصلا مهاجم مش مدافع. تمام. ضربات ثابته، فاولات، كل ما تشتهي، شوط من بره جمدان. تمام. عندك في خط النص محمد صلاح طبعا، وتركز على اي حد تاني دلوقتي لحد ما نشوف ارن سلوت هيلعب ازاي، محتاجين نتفرج. بس صلاح احنا ضامنينه، وكمان ضربات الجزاء. وهقول لك برده لعيب اول مره في الفيديو ده لعيب تبعد عنه، داروين نونز ما تجيبوش يا جماعه. تمام. انا برضو ممكن اضيف ليفربول لفان دايك، واحد ضامن دقايقه بيجيب ساعات كور بالهيد، وارد ان في الرن السهل في الاول يخطف لك حاجه لو الفلوس زنقت ما تعرف معرفتش تجيب ارنولد. تمام. اقول لك على مين بعد كده يا عم سيمبوز. مانشستر سيتي. مانشستر سيتي هم اثنين، هالاند وجفارديول، لان الباقيين بما انهم راجعين من اليورو واللي مش هيبدا بيهم والروتيشن، الاثنين دول شكرا ما تجيبش اي حاجه دلوقتي. انت تتوقع جوارديولا هيعمل ايه؟ هيلعب مين وهيلعب مين؟ انت هتجيب لعيب مثلا خانه عاليه شبه ساكا مثلا، وبعد كده ممكن تبدله فودن، جايب بالمر تبدله فودن، دي بروين مش كده، لكن انت تبدا بيهم انت ممكن تلاقيهم على الدكه وارد جدا وما يلعبوش وتعيط، لان انت جبت مثلا فودن نازل لك من على الدكه في دقيقه 80 وساكا لاعب وجاب له هاتريك، فانت عشان ما ايه ما تبص منك. إيه عندك بعد كده مانشستر يونايتد عم سيمبوس. مانشستر يونايتد ماشي، هقول لك الحارس اونانا والله هو حارس كويس جدا، بس اليونايتد عندها مشكله في الدفاع ولسه المشكله دي موجوده،
بتفرج وحظهم فار في الاصابات بصراحه. جابوا الولد اللي هو اسمه يورو ده فاتصاب فيعني الدنيا بايظه. بس واحد زي ماجواير مصاب كمان مش هيلعب الدرع يعني كل حاجه بايظه منهم بصراحه. ثم جددوا لإيفنز الحاج ايفنز والله حاج ايفنز بالظبط. لو كتر خيره انه بيلعب تمام. فهو اونانا هيعمل لك تبز وحركاته شقلبظات وممكن لما يطلع لك بقى بتنشي هتلاقي وقت البونص بالظبط. وكمان في نظام البونص الجديد هيولعها بس برضو بنفس الوقت نظام البونص الجديد لو لبس جوان هيولعها برضه هيولع فيه في كلا الحالتين. فابعد عن دفاع اليونايتد والحارس دلوقتي خالص. مش هقول لك حد من الدفاع ممكن مارتينيز مارتينيز بس يعني ابعد عن الدفاع. لا. خط النص طبعا برونو فرنانديز احسن واحد في الفريق رقم واحد. ضربات الجزاء زعلان منه عشان اليورو كان بينافس من رونالدو بس يلا يا عم مش مشكله. بس في الهجوم يعني اقول لك ايه هويلاند بس لا انا هويلاند كمان مصاب والله ركز على برونو فرنانديز جيبش حد ثاني. هو الماتش مع فولها مشغال عايز الديفرنشاليه بس مش كده في الديفرنشاليه ممكن يبقى راشفورد كتير بس انا هركز على مين. طب اخش لك على نيوكاسل. نيوكاسل في رايي الدفاع بوب شورت تيرم حلو قوي 5 مليون وبوب على فكره حارس بيجيب تصديات وجامد جدا. ولما لو بدات يرجع الدفاع يبقى اجمل. لو بدات بيه انا على فكره ممكن تسيبه طول الموسم. انا في رايي ان هو حارس بيجيب تصديات حلوه قوي وممكن يشيل فرقه لان احنا جربناه في بيرنلي ويعني عارفين هو ايه. تمام بيرن انا شايف الناس بتذكر عليه مش اضمن حاجه. ففي الدفاع انا شايف ان انت ما تجيبش منهم والله حد. هو بيرن في تشكيل بطل العالم اما عشان ان هو غالبا هيبدا في اول السيزون بس انا مش عايز اجيب حد في اول السيزون بعد ما ارجع بيه. انا عايز استقر شويه بس مش عايز اعمل وقت بقدر بدل بس الموضوع هيلعب ليفت باك ولا هيلعب قلب دفاع فيعني الفكره في كده. لو تريبير مشى ليفرامينتو قال بص قولا واحدا اجري هاته هيبقى لعيب جامد. لو مشكلته تريبير بالظبط هيلعب تريبير كده كده هيلعب ان هو بيلعب ساعات جناح شمال. لو تريبير مشى هيبقى هو باك اليمين على طول ودي حاجه جامده جدا. تمام. في خط النص يعني جوردون جامد جدا على احصائياته وخصوصا على ارضه. وطبعا في الهجوم ايزاك ولا كلمه طبعا بريميوم البريميوم فينشر تمام جدا طبعا غير الملكيه بقى العظيم الملكيه والبلانتيات وكل حاجه. خشينا على توتنهام فورست. كان فرصة بقى والرن الجمدان بقى في الاول تمام. احلى رن تمام. بص يا سيدي في حارس المرمى احنا لسه ما نعرفش تمام. هل هو سيلس هل هو كارلوس مونيل هل هو واحد خافي هيجي من الخفاء. انا اتوقع ان سيلس اللي هيبتدي وبعد كده ميكيل هيبتدي بس لحد برضه زي تشيلسي لحد ما المدرب يطلع يقول هو ده الاساسي مش هنجيب حد ايه تمام. من الحراسه تمام. بالنسبه للدفاع في ولد اللي هو اسمه اولي اينا تمام على حسب انت بتقولها ازاي. هو كويس برضو له مردود هجومي يعني كمان ان هو وباركو ومايكولينكو بيعملوا روتيشن مع بعض الثلاثه في ماتشات سهله تمام. يعني مش هتقابل حد من التوب فور تمام لو قعدت تروتيت بينهم. فهو ده الجمدان تمام. في نص الملعب بقى في كتير في جيبس وايت اللي معاه ضربات الجزاء بس مشكلتي معاه انه بينفجر في نص السيزون او في اخره مش في اوله على حسب احصائياته طبعا بس ممكن يحصل عكس كده لان الرن كويسه لاول مره. عندك مثلا هوتسون اودوي عامل سيزون كويس. دول في نص الملعب لو هتركز على اثنين ايلانجا لا بس انا ما اجيبش ايلانجا على هوتسون اودوي او جيبس وايت تمام. انت على قد فلوسك 5.5 هوتسون اودوي 6.5 جيبس وايت تمام. بالنسبه للهجوم طبعا وجود مستر خشبه هداف الهدافين ده جامد مش كلام. هو على فكره نونو سانتو بيحبه عن اوني بس اوني هياخد منه دقايق دي هتبقى مشكلته معايا تمام. اخش لك على ساوثهامبتون مفيش كلام كتير غير المدافعين اللي ب 4 مليون فممكن تجيبهم زي بيدناريك والعالم دي واللي هو الولا هارود بيلز تمام. لكن هكلمك على المهاجم اللي هو ارمسترونج وبرينتون دياز. ارمسترونج مع برينتون دياز هيعملوا شغل يعني برينتون دياز ده جاي مكان شي ادمز فبالتالي هتلاقي ارمسترونج بقى اجمد. ارمسترونج مع ضربات الجزاء ران احسن فانا في رايي الشخصي انه احسن من جوا بيدرو الناس بتجري عليه لان الفرقه الران بتاعها اسهل شويه فوارد ان هو يجي لهم ضربات جزاء اكتر. وفي الشامبيون شيب يا جماعه خاربها جاب رقم بالظبط واحنا مجربينه قبل كده تمام الرقم بالظبط بس هو عالمي. خش لنا على توتنهام اوتسبر. ماشي هقول لك يا باشا الحراسه فيكاريو طبعا لا يعلى عليه في الجمدان بس مشكلتي مع توتنهام نفس يعني نفس مشكلتي مع فرق كتير ان هو دفاعهم بيستقبل اهداف عادي جدا مفيش كلين شيت خالص. يمكن انت بتجيب مدافع منهم عشان تستنى مولود هجومي فانا هقول لك تركز في المدافعين على بودرو بورو مولعها يعني بيمسك ضربات ثابته لو ماتسون مش موجود بيمسك ضربات ثابته هو وماتسون فهو اختيار حلو. 5.5 هتبقى وفرت ايه نص وستيل جايب لعيب بريميوم تمام. في نص الملعب سون طبعا سون ضربات الجزاء متعلق في الوديات مفيش مهاجم بيلعب مهاجم في مهاجم بيلعب جناح وفي الحالتين جامدين وبيحط في الفرق الكبيره طبعا انت عارف سون يعني مش محتاج تخيل يعني سون مسجل في الارسنال تقريبا راح جاي خد بالك ديفرنشال
تمام. الملكية 10% ولا 11% ولا 12%. تمام. في الهجوم ما فيش حد سركز عليه من توتنهام صراحة. لو جابوا سولانكي طبعا هيبقى اختيار سولانكي هتركز عليه كده كده. طيب اكلمك على وست هام يونايتد اللي بتمنى ان انا ادخل فولكروج وثمر فيل بس مش عارف لسه هيخش بالتدريج ولا لا. فاكلمك على موجودين اللي بعد الاضافات اللي جابوها دي هيبقوا جامدين جدا. قدوس اللي ممكن تشتريه كديفرنشال لانه بيلعب، لكن اللي جامد قوي بوين اللي هيزيد قوه مع المهاجمين الجداد اللي جايين. تمام. شايف ان انت برضو ممكن تخلف على الناس في فليكن وفلاديميرسون، انت تجيب اريولا وفابيانسكي واللي يلعب منهم اختيار برضو حلو، بس الرام بتاعهم اصعب شويتين ودفعهم مش احسن حاجه. بس ده برضو ده مدرب جديد، مدرب جديد وست هام عماله تشتري في لعيبه حلوه، فممكن الفرقه تقف على رجلها. اتفرج الاول بس هفكرك فولجروك وسمر فيل. سمر فيل يا جماعه هيبقوا جامدين لان فرقه ويست هام فرقه محترمه بصراحه. خش لنا على ولفرهامبتون اخر فرقه. ولفرهامبتون ما بحبهمش والله، بس يلا هتكلم عنهم. الفكره ان يا جماعه مش مركزين على لعبتهم اصلا، يعني مفيش حد ركز عليه لان اصلا ما تجيبش منهم. الرن بتاعتهم موت في الاول، ماتشات كلها موت، فانا مش هروح اجيب منهم واسيب بقى الناس اللي ماتشاتها سهله. بس لو عايز تركز يعني ليك حريه الاختيار، عندك هيتشان ضربات الجزاء جامد جدا، وعندك مين تاني؟ عندك كونيا كويس جدا في الدفاع. ايت نوري لو ما كانش الرن صعبه في الاول كنا هنروح نجيبه طبعا ب 4.5 جمدان الجمدان. وعندك حارس المرمى خوسي ساء اللي هو ب 4.5، كان في الطبيعي ب 5 بس هو سعره نزل. تمام. فهم دول بس تركز عليهم، بس ما تجيبش حد من ولفرهامبتون دلوقتي، استنى من الماتشات تبقى سهله وهنعمل سويتش. طيب احنا يعني قلنا نتكلم معاكم دردشه سريعه كده، ولو نسينا لعيبه قول لنا هم مين في الكومنتات. بنخلص الحلقه، ما تنساش تشترك معانا في القناه وتعمل لايك وفعل زر الجرس دي عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار تقولنا في الكومنتات واحنا هنجاوبك. وايه سلام. ادينا حاجه يا اخي، حرام عليك حرام عليك. وهي ايه؟ ضربه جزاء.